أريد أن أسأل عن صحتي الانتساب إلى النبي من جهة الأم. نعم، من انتسب إلى النبي من جهة أمه ثبت نسبه، خاصة عند المصريين وفي الشام أيضا. ألف الشيخ جمال الدين القاسمي شرف الأصباط، كتاب اسمه كده، لأن الشرف في الحقيقة ثبت من قبل الأمهات، لأن السيدة فاطمة عليها السلام هي أول من ثبت لذلك. ولذلك هنا في نقابة الأشراف نثبت نسب أولاد السيدة زينب ونثبت شرف الأصباط. وكتاب إسماع الصم في ثبوت النسب من قبل الأم، وكلها فيها أدلة.